طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انا مستر عاطف شوقي، تعتبروني بقى بابا عمه خاله اي حاجه، بس المهم ايه ان شاء الله تفهموا معايا كده باذن الله. طبعا هشرح لكم نفس الدرس اللي شرحناه لجريد 3B، عشان بس ما بقاش فيه ايه وانتم ماشيين مع بعض. انا عارف ان في ناس ممكن تكون فاهمه الدرس ده، بس انا يعني برضه هقول فيه شويه معلومات ان شاء الله هتفيدكم يعني. تمام؟ ليه بقى يا جماعه؟ لان الفانكشنز ده درس مهم جدا جدا فوق ما تتخيل. يعني مش مهم بس في ثالثه اعدادي بس، لا ده مهم في ثانويه عامه، ومهم في الكليه اللي هيخش فيكم ان شاء الله كليه هندسه، وباذن الله برضو اذا عشنا وكان لنا عمرنا اللي هديله برضو. فدرس مهم جدا. الفانكشنز دي يا جماعه من البيزكس بتاع الماث، زي ما تقول كده زي التايم تيبل كده، حاجه كده زي التايم تيبل، حاجة بيزك جدا يعني. تمام؟ طيب فهنفهم تاني يعني ايه بس جت منين الفانكشن ببساطة من الدروس اللي فاتت، ونخش على تايبس اوف فانكشنز اللي هم البولينوميال فانكشنز دول. أول حاجة بص يا جماعة، بالتالي كده كل الناس إن شاء الله موجودة يعني. طيب احنا خدنا الأرو دايجرام اللي هو عامل كده، كانت بتبقى الإكس مثلا فيها 1 3 5، كانت بتبقى الواي مثلا فيها ايه؟ فيها 2 4 6 8 10. طيب وكنت بتلاقي مثلا ساعات سهم ايه؟ ارو طالع من 1 ل 4، ارو طالع من 3 ل 2، ارو طالع مثلا من 5 ل 8. فكنا في الحاله دي بنقول ان دي فانكشن واي بيكوز ايه سوري اتش اليمنت ان اكس، اتش اليمنت ان اكس يعني كل واحد من دول اكس هاز ان ارو تو ان اليمنت ان واي. يعني بص كل واحد بيطلع ارو واحد، يعني ده طلع ارو، ده طلع ارو، ده طلع ارو، مفيش واحد فيهم نفض يعني ما طلعش، ومفيش واحد طلع تو اروز. مش مشكله بقى ان السكس ملهاش والتين ملهاش، مش مشكله. طيب فكنا بنيجي نقول ايه يا جماعه؟ كان يجي يسال نقول على الاكس دي ايه؟ نقول عليها دومين. طب بالنسبه للواي بيتقال عليها كو دومين. يعني انا لو جيت قلت دلوقتي ان الدومين سالني عن مين هو الدومين، اقول له اكس كلها اللي هما مين ال1 وال3 وال5. طب لو جينا قلنا مين هو الكودومين، كودومين الواي كلها اللي هي مين ال2 وال4 وال6 وال8 وال10، كل ده كودومين. طب الناس بقى اللي دخلهم اسهم، دخلهم اسهم اللي هم مين؟ اللي هم ال2 وال4 وال8. الناس اللي دخلهم اسهم بيسموهم ايه يا جماعه؟ بيسموهم سيت اوف ايمجز. يعني ايه؟ يعني لو تخيلنا ان انا معايا كاميرا وبصور ال1 هلاقي صورته طلعت فوق، الايمج بتاعته فوق. بصور ال3 هلاقي صورته تطلع فوق. بصور ال5 هلاقي صورته تطلع ايه؟ فقال لك يبقى دول ايمجز بقى، ال2 وال4 وال8 دول نسميهم ايمج. قال لك السيت اوف ايمجز دول هنسميهم رينج. طيب الرينج هيبقى شامل مين بقى؟ شامل لي ال2 وال4 وال8 بس. فهنلاحظ هنا حاجه، ان الرينج يا جماعه سبست من الدومين، يعني جزء من الدومين. احنا خدنا شويه اليمنتس من الدومين، من الكودومين سوري. ان الرينج كده سبست من الكودومين، يعني الكودومين كل الاليمنتس بتاعته دي كلها احنا خدنا منهم شويه وعملناهم رينج. تمام؟ فساعات يجي لنا السؤال ده يقول لي ايه؟ يقول لي الرينج بتاعنا هنا ايه؟ رينج از سبست، او يعمل لي علامه سبست دي كده اوف نوت. هم انا قايل له انه سبست من الكودومين. ساعات يقول لي ايه؟ ذا سيت اوف ايمجز از نوت، ثم قايل له الرينج. يعني الرينج ده عباره عن سيت اوف ايمجز. تمام كده؟ طيب الفانكشن دي بقى بدل ما يقعدوا يرغوا كتير ويقولوا ايه؟ ا فانكشن فروم اكس او فروم ذا سيت اكس تو ا سيت واي، بدل ما يقعدوا يكتبوا الكلام ده كله، قالوا هنختصرها بسيمبل صغير كده. قالوا هنكتب الفانكشن نسميها اف ونحط نقطتين كده، يعني فروم اكس تو واي.
يبقى اف از ا فانكشن فروم اكس تو واي. دي وفرت علينا يا جماعه رغي كتير جدا، بدل ما اقعد اقول ايه ذا فانكشن فروم ذا سيت اكس تو ذا سيت واي. السيمبل ده الرمز اللي انا عملته ده المنظر اللي انا عملته ده وفر علينا الموضوع. فهو ساعات يجيب لي دي كده ويسالني عليها يقول لي طب هي الاكس اسمها ايه؟ اقول له الاكس دي اسمها دومين. طب الواي از ايه؟ اقول له كودومين. طب امال فين الرينج؟ اقول له الرينج از ا سب سيت اوف كودومين، جزء من الكودومين بس احنا ما نعرفوش لسه. طب هنعرفه امتى؟ خدوا بالكم يا جماعه انا اي بيج بعملها بصورها وابعتها لكم على الجروب. انتوا 3 بي ولا 3 اي؟ 3 اي صح؟ 3A. يا مستر 3A. اصور او الصوره اول باول. حاضر ثانيه واحده ادور على الجروب بتاعه اهو. بس بصور اول باول وابعتها لكم على الجروب. تمام؟ وخدوا بالكم يا جماعه كل حصه ان شاء الله انا بعمل كويس صغير. بعمل كويس صغير في بدايه الحصه. الكويز ده الهدف منه يا جماعه، احنا خدنا مثلا سي ليسون 3 دلوقتي. بنعمل الحصه الجايه كويز على ليسون 3 ان شاء الله. طب الحصه الجايه خدنا ليسون 4. الحصه اللي بعدها نعمل كويز على ليسون 3 اند 4. خدنا اللي بعدها ليسون 5. اللي بعدها يبقى كويز على ليسون 3 4 اند 5. حتى لو مساله واحده من كل درس. الهدف من كده ايه؟ ان انت عشان تذاكروا باستمرار. الحاجه الثانيه ان شاء الله ان احنا نبقى لامنين المنهج في ايدنا. مش على ما نوصل للدرس العاشر نلاقينا نسينا الدرس الثاني. تمام؟ ويا مستر عايزين نراجع احنا نسينا الدروس الاولانيه، لا كده ان شاء الله مش هتنسوا الدروس الاولانيه. هتلاقوا نفسكم بتراجعوا طول الوقت ان شاء الله، فمش هتلاقوا نفسكم ناسيين حاجه باذن الله. تمام؟ طيب. ده بالنسبه للنقطه دي كنت عايز اقولها لكم بس. بالنسبه للهوم ورك هتبعتوا لي على البرايفت عشان بس هتسالوا في النقطه دي. هتبعتوه على البرايفت لسبب. مش قصه عشان تغشوا من بعض والكلام ده، لا انا هدفي ايه؟ ان اعرف مثلا من خلاله الناس بتغلط مثلا سي في البارت ده او الجزئيه دي. اعيدها تاني المره الجايه. الحاجه الثانيه يا جماعه انا كده كده هعمل كوريكشن للهوم ورك جوه الحصه. يعني سي اديتكم مثلا اربع مسائل هوم ورك. طبعا في ناس فين بنسبه 80%، ناس فين بنسبه 60%. في ناس ما فهمش خالص عادي جدا مش مشكله يعني. في ناس كان سرحان في حته معينه في الدرس. لما انا اعمل له كوريكشن تاني كل الويك بوينتس دي هتتعوض. ليه بقى؟ لان اللي مش فاهم اللي فاهم نسبه 80% كله ان شاء الله يوصل لنسبه 100%. اللي ما كانش فاهم حته لما تتعاد تاني في الكوريكشن بتاع الهومر افهمها. في نفس الوقت مش هيبقى في احراج لاي حد، يعني مفيش مثلا اقعد اقول للملك انت يا ملك غلطتي في مش عارف ايه، وانت محمد غلطت في نمبر كام، لا مفيش انا عندي النظام ده. تمام؟ لا انا لما احله وانتوا ناس كبيره طبعا هتعمل كوركشن معايا، اللي عاملها صح هيعمل جنبها صح، اللي عاملها غلط هيعدلها. كان هو مثلا فاهمها بطريقه وانا شرحتها بطريقه ثانيه يناقشني. طب يا مستر احنا عملناها كده ليه؟ طب بتاع كده يعني ايه؟ فسواء يا جماعه اللي حله صح هيستفيد، اللي حل غلط برضه هيستفيد، اللي حل صح هيبقى اكد المعلومه لما انا اعمل كوركشن ان هو كده صح، يعني انا قلت له اوكي انت صح. اللي حل الغلط برضه وعرف الغلط بتاعه فين فابتدى صححه. فبرضه استفاد، يعني كلا الطرفين استفاد، اللي حل صح واللي حل غلط. واللي ما كانش فاهم خالص فهم برضه، ما هو الدرس اتعاد تاني. تمام؟ مع الكويز برضه لما بناخده ما بقعدش اصحح لكل واحد لوحده، بعمل كوريكشن للكويز على البورد. فاللي ما فهمش من تصحيح الهوم ورك، اللي ما فهمش من الدرس هيفهم من تصحيح الهوم ورك، ما فهمش من تصحيح الهوم ورك هيفهم من الكويز. اللي ما فهمش يعني ان شاء الله هيفهم هيفهم. هيفهم هيفهم هيلاقي الدرس ما فهمش الكويز ده هيفهم الكويز بتاع الحصه اللي بعدها لان هيبقى فيه مساله من الدرس برضو اللي هو ما كانش فاهمه. فمتخيل انت مثلا يعني لما ياخد 10 كويزات هيبص يلاقي الدرس الاولاني يتعاد قدامه 10 مرات اصلا. فيعني هيفهمه هيفهمه ان شاء الله. تمام؟ طيب بص بقى معايا كده ارجع بقى دي نقول تاني كملخص الكلام اللي قلته. يبقى دي دومين، ده كودومين رمزولها بالرمز ده عشان نشوف المنظر ده. ساعات بيسالني ايه؟ if f is a function from x to y then the domain is اقول له x then the codomain is y. طب الرينج بقى عشان يجيبوه قال لك احنا لازم تديني function واعمل فيها substitution عشان اقدر اجيب لك الرينج. ازاي الكلام ده؟ قال لك الاول احنا في عندنا types of functions لازم نعرفهم الاول ونعرف الديجري بتاع كل واحد.
طب ليه سموهم بولينوميال فانكشنز يا جماعه؟ لان احنا زمان واحنا صغيرين كنا بناخد ايه؟ بناخد ان 3 مثلا، لو انا قلت مثلا ايه 3، ال 3 دي اسمها بولينوميال. طب لو انا قلت 3 اكس بلس 4 اسمها بولينوميال، بس دي بولينوميال فورمت فروم 1 تيرم، دي بولينوميال فورمت فروم 2 تيرمز. طب لو انا قلت كده اكس بار 2 ماينس 5 اكس بلس 6 دي برضه اسمها بولينوميال فورمت فروم 3 تيرمز، تيرم تيرم تيرم. الجديد ايه بس؟ ان احنا هنسمي ايه؟ لو قلت برضه مثلا اكس بار 3 بلس 2 اكس ماينس 5 بلس برضه بولينوميال، بولينوميال يعني فيها كذا تيرم، فيها كذا تيرم. الجديد ان احنا هنسمي دول فانكشنز، يعني هنسمي، طب نرمز لها بايه بقى؟ قال لك الفانكشن هنقول اف اوف اكس، اف وبراكت كده واكس ونقراها اف اوف اكس، ودي هنسميها اف اوف اكس، ودي هنسميها اف اوف اكس، ودي هنسميها اف اوف اكس. طب هو معنى كده ان كل دول اسمهم فانكشنز، هل كلهم نفس النظام؟ لا مش كلهم نفس النظام. طب امال ايه؟ قال لك كل فانكشن من دي يا جماعه لا نيم ولا ديجري، لا نيم، هم كلهم اسمهم بولينوميال زي احنا كلنا اسمنا مان او انسان، بس في ولد وبنت وراجل وكده يعني في افراد انواع، احنا كلنا اسمنا انسان، هم برضو الجماعه دول كلهم اسمهم بولينوميال فانكشن، بس كل واحد له نظام، كل واحد له اسم خاص بيه وله ديجري خاصه بيه، زي مش عارف ده ملازم اول في الجيش، ده النقيب في الجيش، كلهم جيش بس كل واحد له الدرجه بتاعته، تمام؟ دي نفس القصه، هم كلهم اسمهم بولينوميال فانكشن، بس كل واحد له اسم وله ديجري. طيب نشوف كده الاسم والديجري نجيبهم ازاي؟ ادي نيم وادي ديجري. قال لك الاول الفانكشن اللي ما فيهاش اكس خالص دي، بص اللي هي 3 بس كده، دي هنسميها كونستانت فانكشن. اختصر لما كلمه فانكشن اقول اف يو ان ده. طب الديجري بتاعتها كام؟ قال لك هي فيها اكسات، انت شايف انا قلت لك 3 اكس ولا حاجه، ما قلتش اكس خالص. قال لك يبقى كده الديجري بتاعتها زيرو. يعني ممكن يجيب لي سؤال زي ده يقول لي اف اوف اكس ايكوال 3 از اوف نقط ديجري، اقول له زيرو ديجري. طب تعال على دي، طب اجيب اكس ظهر ده يا سيدي، هتعمل لنا ايه الاكس؟ هتعمل لنا كتير، مش الاكس دي باور 1؟ قال لك خلاص يبقى الفانكشن دي هتبقى فيرست ديجري، يعني الديجري بتاعتها 1، او هنقول عليها بقى ايه؟ فيرست ديجري. طيب هل هي لها اسم؟ اه لها اسم، هيسموها يا جماعه من اسمها؟ هيسموها فيرست ديجري فانكشن، فيرست ديجري فانكشن. طيب لها اسم تاني؟ قال لك اه لها اسم تاني، هيسموها لينير فانكشن. طب ليه يا عم سميتها لينير؟ قال لك عشان بعد كده لما ناخد الفانكشن دي يا جماعه هتترسم، هيبقى لها جراف. قال لك لقوا ان لما بيرسموا دي بتطلع لاين عامل كده، دايما تطلع لاين عامل كده او لاين باصص الناحيه دي. فقال لك طب نسميها لينير بقى، نسميها لينير فانكشن. طالما الاكس باور 1 اعرف انها بتطلع لاين يا كده يا كده. قال لك خلاص هي نسميها فيرست ديجري فانكشن يا نسميها لينير فانكشن. وكده كده الديجري بتاعتها 1. طيب تعالى نشوف اللي بعديها. قال لك دي عندها اكس باور 2 وعندها اكس باور 1، ما الاكس اللي مالهاش باور دي يا جماعه باور 1. طب نعمل ايه؟ قال لك خد اعلى ديجري، اعلى حاجه عندك ال 2 ديجري 2 او بار 2 خلاص، يبقى دي هنسميها الديجري بتاعتها سكند، وعشان كده هيسموها بنفس الاسم، هيسموها سكند ديجري فانكشن، ده اسمها. طب لا اسم تاني؟ قال لك لا اسم تاني، اسمها كوادراتيك فانكشن. طب انا لازم اعرف الاسمين؟ اه لازم اعرف الاسمين، لازم اعرف الاسمين، لان ممكن يسالني على الاسم ده او الاسم ده، تمام؟ وهنا برضو لازم اعرف الاسمين. طيب ودي لما نيجي نرسمها بعد كده يا جماعه في الدروس اللي جايه هتبقى بترسم حاجه اسمها بارابولا، اللي هو بتاع الشكل ده كده بيسموه بارابولا، ساعات بيكون جاي كده وساعات بيكون مقلوب كده، يعني فاهمها لسه في التخصص. طيب تعالى دي بقى اكس بار 3 دي مش علينا رسمتها بصراحه، بس علينا ان ممكن يسالني في الديجري بتاعتها والكلام ده. اولا هي اعلى باور عندها باور 3، يقوم يسموها يا جماعه يسموها ثيرد ديجري
فانكشن، او بيسموها ايه كيوبك. اكمنه معروف ان الكيوب له 3 دايمنشنز، لينث ويدث وهايت، يوم يقول لك نسميها كيوبك فانكشن، يبقى ده اسمها. طب الديجري بتاعتها اكيد 3. طيب هو ممكن يلعب لي في الاشكال دي، ما عامل لي ايه يا جماعه؟ برضه لو اكبر باور 4 يبقى ديجري 4 وهكذا. ساعات بيقوم عامل لي تريكات كده يوم الجري. طب لو اف اوف اكس ايكوال، بس خلي دي خليها في البورد اللي جاي اللي هي التريكات بقى. طبعا زي ما اتفقنا بقى، لو جت 4 اهي اف اوف اكس 5 يا عم. وساعات يجيبها لي بالطلبات، يعني يقول لي مثلا 2 اكس ماينس 3 اكس باور 5 بلس 2 اكس ماينس 1 بلس 2 اكس باور 2 ماينس 1. طبعا اسمها ايه؟ اسمها 5 ديجري فانكشن. اعلى باور عندنا 5 بيسموها 5 ديجري فانكشن، ده لو انت عايز اسمها. طيب الديجري بتاعتها اكيد 5 يعني، امال هم سموها 5 ديجري ليه؟ عشان الديجري بتاعتها 5. يبقى الديجري يا جماعه هي اعلى باور فيها. اللي عنده مشكله في اي حاجه من دي يا جماعه يقول لي في الكلام ده. مستر، نعم. هو الأسامي دي مطلوب مننا إن احنا نحفظها؟ بس هي سهله. هو انت هتلاحظ اللي فيهم لعب في الاسامي مين؟ الثلاثه دول بس او الاربعه دول بس. ان دي لها اسمين، يعني لها اسمها فيرست ولينير، دي سكند وكوادراتيك، دي اسمها ثيرد وكيوبيك. الباقيين دول فيفس بقى، في فورث ديجري، كله فورث. طب ليه انا بعرفك الاسم الثاني بس؟ الاسم الثاني ده يا جماعه لو ما استخدمناهوش دلوقتي هنستخدمه في ثانوي. فاحنا لازم واحنا بناخد الدرس ده ان شاء الله نعرف الاسم ده، لان في ثانوي مثلا يجي يقول له ايه ذا كوادراتيك فانكشن، فالناس يقول لك ايه الكوادر، وعندنا برضو ايه الكوادراتيك دي، هي السكند ديجري. ذا كوادراتيك ايكويجن هي برضو السكند دي يعني، بس بتبقى ايكويجن بقى، ما بتبقاش فانكشن، بتلاقي دي كده جايبها لك وايكوال زيرو. فلازم اكون عارف الاسماء دي فيما بعد. خدوا بالكم يا جماعه، ثالثه اعدادي عشان تبقوا فاهمين حاجه، بس ثالثه اعدادي معظم دول العالم بتعتبر ثالثه اعدادي تبع ثانوي. ثالثه اعدادي انسى ان انت في اعدادي، انت في ثانوي دلوقتي. ثالثه اعدادي بيضموها لحاجه اسمها الهاي سكول اللي هو جريد 9. يعني انت من اول ثالثه اعدادي فانت بدات المرحله المهمه جدا. طب ليه ضموها لثانوي؟ لان ثالثه اعدادي الدروس اللي هي في سنه اللي انت بتاخدها دي مستخدمه معاك لحد ثانويه عامه، لحد كليه هندسه، بمعنى اصح بدايه بقى الكلام اللي يعني المظبوط او الكلام اللي هو الجامد يعني من اول ثالثه اعدادي. فلازم اي معلومه في ثالثه اعدادي دي ابقى حريص عليها. ليه؟ لو ما استخدمتهاش السنه دي هتستخدمها السنين الجايه. ولو مثلا حصل حد وحول امريكا، حد حول اي جي، حول كنديان، اي بي، اي حاجه من دي الماث معايا، وبالذات منهج ثالثه اعدادي ده معايا، واللي طالع فيها ضعيف بيفضل ضعيف طول عمره ويفضل يكره الماث. فثالثه اعدادي انا بعتبرها من اخطر المراحل. ثالثه اعدادي دي هي حجر الاساس. اولا هي شامله الناس اللي قبلها، يعني هي هتلاحظ انت الحاجات دي، انت ما اتخدت قبل كده الباورز دي في ابتدائي وخدت البولينوميال دي في اولى اعدادي. هي تبص هتلاقي ايه، بتلم لك اللي قبلها وهي اساس للي بعدها، فسنه خطيره جدا مهمه جدا. تمام؟ فعشان كده عايز اللي مش فاهم حاجه او لما اقول مثلا دي اعرفوها اعرفوها، لو ما نفعتكش دلوقتي هتنفعك كده ثانوي ثانيه ثانوي. تمام؟ في كليه هندسه واحد يقول لك ده مش هخش هندسه، ما تعرفش، ممكن مجموعك ما يجيبش طب تكون داخل هندسه، مش انا هدخل كذا وده حاجه في علم ربنا. تمام؟ طيب بص يا جماعه بقى دلوقتي، انا معلش صورت، مش عارف صورت دي ولا لا. لا حضرتك ما صورتهاش. صورتها يا عم، بص كده. لا بص صورتها وبعتها. صورتها طيب. هي صورتها لسه على الجروب، اصورها تاني ايه المشكله؟ بس انا صورتها يعني. حضرتك صورت يا مستر؟ ما كنتش عارف. حضرتك صورت واحدة تانية. كل اللي عملته صور. كل اللي عملته حتى انا عدت دي تاني اتمنى ما وصلتوش. طيب بص بقى يا جماعة. ساعات بنلعب معايا ألعاب كده في الأشكال دي. ما يجيبهاليش مباشرة كده واسألني على الفكرة. بص هم عاملين إيه؟
مستر، هو حضرتك هتورينا examples للحاجات دول دلوقتي صح؟ نعم اعمل ايه؟ حضرتك هتورينا examples. ما هي دي تمام examples بس دي انا بفهمها لكم عشان هي بتيجي على كومبليت. تمام؟ طيب وتشوز. طب بص يا جماعه ممكن نقول دي فانكشن كده بس ركزوا بقى في الجماعه اللي انا هجيبهم دلوقتي دول. اكس بلس 3 بلس اكس باور 2 بلس 4. اكس بلس 3 انا هتعمد اجيبهم شكل بعض اللي سبب في دماغي اقول لكم ايه دلوقتي. خلي مثلا باور 3 بصوا اللي جاي اف اوف اكس ايكوال اكس باور 3 بلس 5 اكس بلس 4. اف اوف اكس ايكوال اكس بلس 5 وهنا 2 وهنا 3 اكس بلس 4. واحد هيقول لي كلهم شكل بعض بس في فروقات هقولها دلوقتي مهمه جدا. اكس باور 3 بلس 5 اكس بلس 4 بيلعب على الحاجات دي في الامتحانات قوي قوي. انا هشوف دلوقتي وهي حاجات كلها سهله بس عايز واحد فاهم. بصوا يا جماعه المناظر دي كلها كده شكلها مرعب جدا وهي سهله جدا. انت دلوقتي جايب لي براكت بلس براكت براكت بلس براكت. يا جماعه كأن البراكت مش موجود خالص خالص. مين اعلى باور في المساله؟ مش باور 3؟ يبقى الفانكشن يبقى الفانكشن دي بس يبقى الفانكشن دي ثيرد ديجري. ايه ده؟ طب والهلومه دي مالناش دعوه ثيرد ديجري ويبقى اسمها ثيرد ديجري فانكشن. مشكله منين بقى؟ وانما يبقى اسمها ثيرد ديجري فانكشن وخلاص. نعمل الديجري بس عشان هو يسالك في الديجري. طيب طب ودي جاي ماينس برضو ولا طالما في ماينس بين البراكتين او بلس ولا كان في براكتس موجوده اصلا. اعلى حاجه باور 3 برضه بالثيرد ديجري. بص بقى اللي جاي مفيش حاجه بين البراكتين يبقى البراكتين دول يا جماعه تايمز. والتايمز احنا خدنا قبل كده واحنا صغيرين ان في التايمز بنعمل بلس للباورز. يبقى البراكتين مفيش بينهم حاجه يبقى دي تايمز. والتايمز ان نعمل بلس للباورز يعني ايه؟ الاكس هنا باور 3 والاكس دي على باور 1 اعمل لهم بلس يدينا 4 صح؟ يبقى دي فورس ديجري. شفتوا التركه؟ شفتوا الفرق بين دي ودي؟ يبقى البلس والماينس مساله عاديه جدا ولا كانك شايف البراكتس. وشوف اكبر حاجه ايه؟ اوكي البراكتين ملزوقين في بعض كده مفيش بينهم حاجه يبقى كان بينهم تايمز. والتايمز احنا عارفين في الرولز بتاعت الباورز ان التايمز بنجمع الباورز. احنا خدنا قبل كده احنا صغننين ان اكس باور 3 لما اعملها تايمز اكس باور 1 كان المستر يقول لنا خد اكس واحده واعمل اد للباورز 3 بلس 1 يدينا 4 يبقى دي كده 4 3. طيب طب اللي بعدها اللي بعدها دي حوار ولا حوار ولا حاجه. احنا برضو خدنا رول واحنا صغيرين يقول لك لو في باور جوه وباور بره اعملهم تايمز بعض. باور جوه وباور بره اعملهم تايمز يعني تبقى اكس باور 2 تايم 3 6. حلو قوي. يعني معنى كده ان البراكت ده الباور بتاعته 6 والبراكت ده عنده اعلى حاجه باور 1 معلوش باور بره ولا حاجه. ونجمع الباورز بقى. طب ليه هتجمع الباورز؟ لان البراكتين تايمز بعض ملزومين في بعض. يبقى كده الباور بقت كام يا جماعه؟ 7. حد فاهم حاجه؟ يعني تاني البراكت ده يا جماعه الباور بتاعته تعرفها ازاي؟ اعلى باور عنده هنا جوه ايه؟ 2 بس في باور بره اعمل 2 تايم 3 6 يبقى البراكت ده خلصها منه 6. البراكت دي هنا باور 1 مفيش باور بره يعني حتى لو فينا 1 يعني حتى ما هو 1 تايمز 1 1 يبقى ده الديجري بتاعته 1 وده الديجري بتاعته 6. 1 بلس 6
صفر، فانا لازم اجمع ده الدروس بس. اساسا ايه؟ ان هم من صفر. انتوا معايا شباب ولا مش معايا؟ معاك، انا معاك يا استاذ. حلو قوي. طب تعالى على دي بقى، دي جايه ديفايد. احنا خدنا قبل كده الديفايد زمان، المستر كان يقول لنا تعمل ماينس للباور. واحد يقول لك مش الديفايد يا مستر بنعملها كده، ده دي بتاعت كي جي 1. سيبك من الديفايد دي بقى خلاص، الديفايد اللي هو اوفر على طول. الاوفر ده ديفايد. الديفايد يا جماعه بعمل ماينس للباور. يعني اكس بار 3 ماينس 1 2، يبقى الديجري هنا 3، الديجري تحت هنا 1، 3 ماينس 1 يدينا 2، يبقى دي سكند ديجري. يا عم ده فيها 3 و1 وحوار، لا عادي انا ماليش دعوه، مش هي ديفايد، ديفايد بيعمل ماينس الباور. حلو قوي. تعالى على دي. ده في باور على البراكت. باور على البراكت اعملها لي تايمز اللي جوه البراكت الاول. طب واحد يقول لك ما ده ما لهاش باور، لا ما كان عليها باور 1 يا باشا، اي اكس في الدنيا ما لهاش باور كان عليها باور 1. اعمل لي 3 تايمز 1 الاول ونبقى نتكلم بعد كده. 3 تايمز 1 ب 3. طب والباور تحت هنا ايه؟ 1. والمساله ديفايد، والمصر قال لنا بنعمل ماينس للباور. 3 ماينس 1 كام؟ 2. ده سكند ديجري. خدوا بالكم يا جماعه، هو بصراحه يعني نادر لما بتجيب الحاجات دي، هتقابلكم منها بس هتقابلكم مثلا شكل دي مثلا كتير قوي، يعني هتقابلكم زي دي. ماشي، بس انا ليه بعرفك التانيين دول؟ أنا اتلخبطت، ممكن نعم أنا اتلخبطت. لا ليه؟ نقولهم تاني من الاول. الاول البراكت ده بلس البراكت ده، طالما يا جماعه البراكتين بينهم بلس انت من حقك انك تشيل البراكتس خالص، يعني المساله دي كده كانها كده. عندنا بولينوميا العاديه، مين اعلى حاجه ده؟ خلاص يبقى دي ثيرد ديجري. طب لو هما ماينس من حقك اشيل البراكتس برضه عادي. بس طبعا الماينس بتغير السايدز اللي بعدها، يعني هتبقى ماينس اكس ماينس 4. ماينس بتغير السايدز اللي بعدها. مش مشكلة عندي الساينز، انا يمين الديجري اعلى باور عندنا فيه. خلصت. تالي دول ما فيهمش حاجة. لكن يجيب لي البراكتين ملزوقين في بعض كده، انت كده بتعمل تايمز. وطالما بتعمل تايمز انا لازم اشوف الديجري بتاع البراكت ده والديجري بتاع البراكت ده واعمل له بلس. طب الديجري بتاع البراكت ده ايه يا جماعة؟ 3. أعلى حاجة عنده 3. الديجري بتاع البراكت ده ايه؟ الاكس مالهاش باور، كان عليها 1. هم عاملهم بلس بعض، 3 بلس 1 ايكوال 4. انت معايا يا شباب ولا مش معايا؟ معاك يا مستر. طب حضرتك تعالى على كده، مين اللي كان بيقول اتلخبط؟ زينه؟ انا زينه كده فهمت يا زينه انا بعمل ايه؟ انا هكمل التقرير بس انت معايا لحد دي فاهمه؟ تمام. حلو، طب تعالى نخش على دي بقى. دي فيها وهم شويه. ازاي؟ ده في، طب انت دلوقتي بتقول لنا الديجري، طب ما هو هنا الديجري 2 وهنا الديجري بقى 1 ونجمعهم 2 بلس 1 3 يا مستر. لا، اقول له لا، انت ناسي ان في ديجري بره، امال اللي واقفه بره دي بتعمل ايه؟ هي ملهاش لازمه كده؟ لا لها لازمه، طالما في ديجري واقفه بره ما نقدرش نتعداها، امال نعمل فيها ايه؟ قال لك الديجري اللي بره دي تعمل تايمز الديجري اللي جوه. 3 تايمز 2 بكام؟ تايمز، تعمل تايمز. دي مش واقفه بره اي كلام كده، لا دي بتعمل تايمز. 3 تايمز 2 بكام؟ ب 6. كده بقى البراكت ده الديجري بتاعته 6. طب ده الديجري ده غلبان ما فيش عليه باور اصلا، وحتى لو عليه باور 1 ال 1 تايمز 1 ب 1، فده الديجري بتاعته 1 عادي جدا، ده مواطن عادي جدا، ده اللي الديجري بتاعته 6. طب 6 بلس 1 ايكوال 7 ديجري. فهمنا يا جماعه الفكره ايه؟ فاهم يا زينه؟ تمام. حلو، طيب يبقى اخد بالي من البراكت اللي جاي من غير باور بره والبراكت اللي جاي ايه؟ باور بره. طيب، طب جايين فوق بعض بقى كده، يعني ديفايد، الديفايد ده يقول لك اعمل ماينس للباور. ازاي؟ الديجري هنا اعلى حاجه ايه؟ 3. طب الديجري هنا تحت ايه؟ 1. احنا خدنا قبل كده واحنا صغيرين ان انا لما بعمل ديفايد لحاجه فيها باورز بعمل ماينس للباورز، يعني اعمل 3 ماينس 1 يدينا كام؟ 2، يبقى دي سكند ديجري. طب خش على دي. ده البراكت عليه باور بره، ما ينفعش نطنشها، تمام؟ دي مهمه جدا.
لازم تعمل تايمز للباور اللي جوه، مش مشكله الفايف، انا بنقي اعلى باور جوه خلاص، ان شاء الله يكون في 50 ترم جوه، انا مش دعوه. انا الثري دي هتيجي على اعلى واحد اللي هو ال1، تقوم عامله 3 تايمز 1 الاول ب 3، يبقى كده ده الديجري بتاعته 3 مش 1. حلو، اللي تحت موطن عادي جدا ما عندوش باور بره ولا حاجه خلاص، هو الديجري بتاعته 1. طب المساله اصلا ديفايد اوفر بعضهم، يبقى نعمل ماينس للديجري اللي فوق ماينس الديجري اللي تحت، 3 ماينس 1 ادتنا 2. فهمنا يا شباب القصه ايه؟ تمام. طيب ايوه يا مستر. طيب ماشي، ده بس اصور دي قبل ما انسى يا جماعه، انتوا طبعا كلكم يعني معاكم المعاصر صح؟ لو مش معاكم في زميلتكم ربنا يكرمها يعني في الحبيبه تقريبا في 3 بي، بعتت المعاصر بي دي اف هبقى ابعته لكم. تمام؟ الدرس ده هو لسه 3 اول بيج فيه هنحلها هو اول بيج فيه نشوف او نحل الكويشن ده تشوف كله هو يا ريت اللي هو اول سؤال مستر. اه مستر معلش ما عنديش. نعم ما اللي مش ممكن تبعته معيش الكتاب، هبعته ان شاء الله بي دي اف. خلاص مستر. نعم مستر معلش يا مستر، هو انا ما فهمتش الحته دي قوي اللي هي اخر حته خالص. لو ما حلتش الحصه دي ايه؟ لا انا ما فهمتش، انا ما فهمتش انا الحته دي اخر حته اللي حضرتك بتمسحها دي اللي هي دي؟ حاضر وين؟ اخر واحده يعني اخر واحده فيهم؟ لا اخر اثنين مش واحده. ماشي اقولها تاني انا على فين. بص انا احب بقى النوعيه دي من الطلبه اللي هو ايه؟ مش فاهم يقوم وقفني معايا؟ مفيش مشكلة. بص بقى يا جماعة كانت جاية لي كده، إنما يا جماعة تهزي لي دماغك وأنا كله تمام وزي الفل تيجي تحل ما تعرفش تحل، لا بحب أزعل أنا بقى. عادي قول لي أنا، بص الحمد لله ما بزهقش، قول لي عيدها 700 مرة ولا أنا أصلاً بعشق الماف أساساً. مش قصه بقى انا شغال مدرس ماث، انا من وانا طفل وانا الماث دي يعني انا ممكن ما اكلش واشرب واحل بقى. تمام؟ طيب بص يا جماعه معايا، انا يهمني ايه؟ انت عندك نيموريتور ودينومينيتور، انا عايز الديجري بتاع اللي فوق والديجري بتاع اللي تحت. طيب انت شايف هنا براكت عليه باور ولا حاجه؟ مين اللي كان بيسال؟ عبد الله؟ انا مايكل يا مستر. طيب بص يا مايكل، انت شايف عندك براكت او باور بره او اي حاجه؟ لا يا مستر. حلو، طب قول لي بقى الديجري بتاع اللي فوق ده كام؟ الديجري؟ اه 3. الله ينور عليك. طب قول لي الديجري بتاع اللي تحت كام؟ 1. اوعى تقول لي ما فيش باور يبقى زيرو، لا في هنا 1. يبقى 1. طيب مش المساله جالك ديفايد ولا تايمز؟ سوري؟ المساله كده ديفايد ولا تايمز؟ ديفايد. ديفايد. الديفايد بيعمل ايه في الباورز؟ ماينس. الديفايد بيعمل ماينس للباورز او ماينس للديجريز. فهتعمل لي 3 دي ماينس ال 1. هتدي لك ايه يا بطل؟ 2. حلو، يبقى ده سكند ديجري. تعالى خش على دي بقى. واحد يقول لك الديجري هنا 3، لا ما تستعجلش اما اشوف جوه كام، ما ممكن يكون حاطط لي هنا مثلا 2 حاطط لي هنا 4. في ناس يقول لك اه الديجري 4 اهي 4 اهي زي المستر قال، وهنا الديجري 1 4 ماينس 1 3 غلط. هتلاقيه يقول لك لا 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 ده الديجري اللي بره 3 وتحت هنا 1 3 ماينس 1 2 برضه غلط. امال مين الصح بقى؟ لا الديجري اللي بره لا احترامها واللي جوه لا احترامها، يتعملوا تايمز بعض الاول. تايمز بعض الاول ازاي؟ 3 تايمز 4 بكام؟ 12. يبقى كده الديجري اللي فوق 12. طيب والديجري اللي تحت 1. 12 ماينس 1 يدينا كام؟ يدينا 11، يبقى دي 11 في ديجري، هو ده الصح. اوكي. فهمنا يا جماعه؟ يعني احنا الاول بنعمل مالتيبليكيشن لل 4 وال 3. طالما في باور جوه وباور بره، دي لا احترامها ودي لا احترامها، بتعملوا تايمز بعض. مش تختار لي على دي ولا تختار لي على دي، لا
تمام؟ نعملهم تايمز بعض الاول وبعدين بقى نتفاهم بقى بعد كده، ده كده يطلع 12 وده كده يطلع 1، نعملهم ماينس 1 في الاخر تطلع الايه؟ الديجري بتاعتي النهائيه. فهمت يا مايكل كده ولا صعبه؟ طيب. يا مستر ماشي حبيب. شكرا ماشي حبيب. ربنا يخليك. طيب بص بقى كده، هاجي بقى دلوقتي اقول ايه؟ ثانيه واحده. الفرق الثاني بقى من الدرس يا جماعه بيتكلم عن ايه؟ الفرق الثاني سهل برضه، مفيش حاجه خالص يعني. بيكلمك بس في حاجه، بيقول لك ان الفانكشن يا جماعه بيبقى لها دومين زي ما اتفقنا ورينج. فيقول لك لو انا عندي فانكشن اسمها اف اوف اكس مثلا ايكوال 2 اكس بلس 2، ساعات يطلب مني يا جماعه، احنا قلنا دي بقى اراها اف اوف اكس، ساعات يطلب مني يقول لي هات لي اف اوف 1، هات لي اف اوف 2، هات لي اف اوف 3 او نيجاتيف 3، هات لي اف اوف اوف اي، هات لي اف اوف مثلا بص عاطف، شو اف اوف عاطف، هات لي اف اوف اكس ماينس 3. بص يا جماعه انا عايزك لما تشوف كلمه اف وفي حاجه دي يعني معناها عايز يقول لك ايه؟ بص لو انت ملاحظ حاجه، هو شال الاكس دي وحط بدالها 1 في براكت صح؟ اهو ورجع شال الاكس وحط بدالها 2 ورجع شالها وحط بدالها نيجاتيف 3. فهو ده اللي انا هعمله. اللي انا هعمله ازاي؟ انا اطلع الانسر ازاي؟ هو هيقول لي فايند اف اوف 1 او فايند اف اوف 2 او فايند اف اوف 3. كل ما عليا يا جماعه ان هكتب اي حاجه تقابلني هنزلها، ما عدا لو قابلني اكس هحط بدالها 1 في براكت تاني. يعني هو طالب مني اف اوف 1 حاضر، قابلني 2 انزلها، قابلني الاكس اقوم شايلها راميها وحاطط بدالها ال1 اللي في البراكت ده. طب ليه يا سيدي؟ اه ما انت الاكس هيغير طب 1 يبقى لازم الاكس دي تتغير ب1. طب بالنسبه للبلس 3 ايه ظروفها؟ هتنزل عادي. واقوم حاسب دي كده على الكالكوليتر تطلع لي 5. طب اللي بعديها بتقول لي اف اوف 2، خلاص امشي عادي في مسالتك، بس كل ما يقابلك اكس حط بداله 2. اول حاجه قابلتنا 2، طب قابلني اكس ارميها حط بداله 2 وبعدين 3 واحسب ده على الكالكوليتر يطلع 7. طب اللي بعديها اف اوف نيجاتيف 3، اه انت بدلت الاكس بنيجاتيف 3، خلاص نيجي هنا كل ما يقابلني اكس هحط لك نيجاتيف 3 في براكت. اول حاجه قابلتنا 2، يبقى انت ملاحظ حاجه ان 2 والبلس 3 مالهمش ذنب في حاجه، مالهمش ذنب في حاجه بينزل، هي الاكس هي اللي بتترمي كل مره وتحط بدالها ده. طب يعني هنا ال 2 والبلس 3 مالهمش ذنب في حاجه، الاكس هي اللي هتترمي وتحط بدالها ايه؟ فاهمين يا جماعه القصه ماشيه ازاي؟ طبعا هكمل بقى دي على الكالكوليتر، احسبها على الكالكوليتر وخلاص اطلع نيجاتيف 3. طب هنا دي احسبها ازاي على الكالكوليتر؟ مش عارف احسبها على الكالكوليتر. هي 2 تايمز ايه؟ انت لما بتعمل نمبر تايمز لتر بيدي لك 2 ايه؟ بلس 3. واحد بقى مصحى يقول لك ايه؟ طب ما هو 2 بلس 3 يا مستر 5 ايه؟ غلط. غلط. انا ما ينفعش اجمع دول، ينفع اجمعهم امتى يا شباب؟ لو 2a بلس 3a اقول لك 5a كده صح، ده عنده ايه وده عنده ايه، لكن تقول لي 2a ده عنده ايه وده ما عندوش ايه وتقول لي 5a لا شكرا غلط غلط. امال نعمل ايه؟ طيب هي كده، هي اخرها كده. يعني واحد قال لك 2a بلس 3 ايكوال كام؟ بقول له ايكوال 2a بلس 3. يا عم يعني ايكوال كام؟ هي ايكوال 2a بلس 3. مالهاش كده، ما ينفعش تجمعه اصلا، اذا كنت بقى يقول لك اجمع لي تفاحه وبرتقال. تفاحتين وثلاث برتقالات، هتقول لي هتقول لي خمسه، خمسه ايه؟ ما ينفعش. فاهمين يا جماعه؟ تعالى على دي، اف اوف عاطف. شيل كل اكس وحط عاطف، يعني هتكتب الـ2. وبدل الاكس هتكتب عاطف في براكت، شوف بقى الدرجه دي بلس 3، وطبعا دي مش هتنفع تتجمع طبعا، ما تعملش اي حاجه. طيب، اف اوف اكس ماينس 3، شيل الاكس وحط اكس ماينس 3، يعني قابلنا الـ2 انزله. البلس 3 مالناش دعوه بيها تنزل. الاكس ارميها وحط بدالها من الاخر، حط البراكت اللي جاي لك ان شاء الله يكون هو ايه؟
بس والله لو تنفع تتعمل بالكالكوليتور طلعها، تنفع تتفك يعني، دي مثلا تنفع تتفك شويه. خدنا الفكه بتاعتها او الاكسبانشن بتاعها في اولى اعدادي ازاي؟ التو يا جماعه طالما واقفه جوه البراكت، شفتوا بقى ثالثه اعدادي بتراجع على السنين اللي فاتت ازاي؟ التو لو واقفه جنب البراكت كده بتخش تايمز ده، تايمز ده 2 تايمز اكس بيدينا 2 اكس، 2 تايمز نيجاتيف 3 بيديني نيجاتيف 6، والبلس 3 واقفه. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ بكتب ال 2 اكس تاني عشان هي ما فيش حد شكلها في اكس، وبجمع دول نيجاتيف 6 بلس 3 على الكالكوليتر عشان هما الاثنين لايك تيرمز ما فيهمش اكس، نكتبهم على الكالكوليتر نيجاتيف 6 بلس 3 يدينا نيجاتيف 3. يبقى تاني يا جماعه، يبقى اف اوف اي حاجه اشيل الاكس ارميها واحط بدالها الحاجه. والله تنفع تتعمل على الكالكوليتر يعني زي دي ما فيهاش اكسات ولا حاجه، اعملها على الكالكوليتر او بدماغي يعني. 2 تايمز 1 ما ده معناه تايمز ايكوال 2، 2 بلس 3 ايكوال 5. دي تنفع كالكوليتر تطلع 7، دي تنفع كالكوليتر، لكن دي ما تنفعش كالكوليتر. هتجمع 2 ايه مع 3 ازاي؟ اخرها كده. دي مش نافعه عشان ده اسم شخص. طب دي مش نافعه كالكوليتر بس فيها فكه يعني صغننه كده يعني، ممكن اعملها سمبليفاي شويه ان 2 تخش تايمز ده وده. طيب خد بالك. طب استاذ قبل الاخيره. الاخيره؟ لا 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 فوقيها على طول. ده اللي قبل الاخيره انا كاتب اسمي. بقول لك ان حتى لو قال لك اف وعاطف قول له 2 وشيل الاكس وحط الضلع عاطف. يعني انت مثلا مين اللي بيسالني مايكل؟ هو انت حضرتك اسمك عاطف؟ اسمي عاطف شوقي. ماشي كده؟ انا اسمي عاطف شوقي. طب ماشي يا جماعه؟ طيب بص بقى انت فهمت القصه ايه؟ ان بقول لك لو قال لك اف اوف مايكل شيل الاكس وحط مايكل. اف اوف محمد شيل اكس وحط محمد. اي اسم يقولوا لك شيله وحط بداله شيل اكس وحط بداله في براكت. فاهمين يا جماعه؟ يعني اف دي زي ما يكون واحد بيقول لك اعمل لي سبستيوشن بالظبط كده. طيب بص بقى يا جماعه، شايفين اللي انا كنت كاتبهم بدل الاكس دول؟ احنا اتفقنا قبل كده ان الاكس اسمها ايه لو حد يفتكر يرجع بالذاكره لاول الحصه. الاكس كان اسمها دومين. دومين صح كده؟ صح. وانا قلت لكم يا جماعه ان الايمجز اللي طلعت، ما هي دي الايمج، دي ايمج ودي ايمج ودي ايمج ودي يعني الايمجز هتكون الكودومين. الجماعه دول كده كلهم كودومين. واي لا اسمهم رينج. رينج اسمهم رينج. طب فين الكودومين؟ الكودومين كانت مجموعه كبيره جدا من الاشخاص والايهات والنمبرز والبتاع، خدنا منها الجزء ده بس. فهنا انا مش هقدر احدد الكودومين كله. فاهمين حاجه؟ انا فهمت. يعني يهمني ان الايمجز اللي طلعت دي هي الرينج. طب فين الكودومين؟ يعني الكودومين بقى الجماعه دول جايين من ايه؟ ادي نمبر، وادي اسم بني ادم، وادي سيمبل لتر. يعني دي الكودومين بقى شامل حاجات كتير جدا بقى مش قادرين نحدده يعني. فاهمين قصدي؟ انا يهمني بس ان دول دومين، دول لازم يكونوا الدومين. الدومين ثابت، بس الدومين اللي انت بتقوله في الاكس هو اللي بتستخدمه. الكودومين بعض منه بيستخدم، البعض منه اللي استخدم دول بيسموه رينج. عشان كده قال لك الرينج از ا سبسيت اوف دومين اوف كودومين، وبيجيبها لك هتقابلك في الكومبليت يقول لك ذا رينج از نقط از ا سبسيت اوف نقط قول له كودومين، نقط از ا سبسيت اوف كودومين قول له رينج. طب ذا سيت اوف ايمج which is a subset of codomain is range. يعني من الاخر يا جماعه الرينج ده اعتبر الكودومين ده انه بني ادم مثلا، والرينج ده مثلا دماغه مثلا وايده، خدنا جزء منه عملناه مسموه نام رينج، جزء من الكودومين. لكن الدومين ده مع نفسه ملوش اي حد بياخد منه حاجه، ولا هو مع نفسه كده بطل لوحده كده. فهمنا يا جماعه الفكره ايه؟ تمام. طيب هتحلوا لي بقى زي ما اتفقنا اول بيج من المعاصر. انا زي ما قلت لكم كلكم لو كلكم معاكم المعاصر اوكي، مش معاكم انا هبعت لكم برده اللي زميلتكم بعتته حبيبه في ال 3 بي او 3 ايه مش فاكر، انتوا 3 بي ولا 3 ايه؟ حبيبه يا مستر. مش حبيبه تقريبا اللي بعتت، انا ما اذكر يعني. بس اعتقد حياتي المفروض تبعته عشان مش اكتر ما اعرفش الباقي. مش مشكله انا هبعته لكم برده احتياطي عشان اللي مش معاه هو تقريبا يعني اللي حبيبه بعتها تقريبا هو الجديد. طيب بيني وبينك الجديد يبقى افضل ليه؟
لان هو المعاصر يا جماعه مسته بصراحه، ويعني هو كتاب متجدد يعني بينزل افكار جديده، بيتواكب مع الامتحانات، فهو حلو يعني. فانا ممكن ايه اللي وبياخد اسئله كتاب المدرسه كمان يعني، شامل بصراحه كتاب حلو. فهو يعني لما نحل منه ان شاء الله نتقن جميع الافكار. تمام. فانا هعمل ايه يا شباب، اخلي يبقى عندنا دلوقتي اكسرسايز 3، هناخد احنا ايه البيج الاولى منه، البيج الاولى منه. تمام. يعني مش عارف تفهميني بقى ولا لا. يعني بص دي البيج اصلا اللي عندي صراحه نسخه قديمه ومحلوله، يعني كان بتاع طالب فحلل، وفي حاجات حللها صح وحاجات حللها غلط، اللي هي البيج دي خلاص ممكن ناخدها. هو بصراحه ده تشوز وفي له تكمله هنا، لو عرفنا نحل السؤال تشوز كله يا ريت، يعني يا ريت نحل سؤال تشوز كله. تمام لحد هنا خلاص. اللي عايز يكمل هنا برضو شغال، مفيش اي مشكله. بس هو لحد بقى ايه يعني الكوشن اللي عليه الدور ده اللي هو نمبر 3 ده بلاش لسه، ما خدناش. احنا خدنا نعتبر لحد الكوشن دي، عايز تكمل 1 و2 اوكي. تمام. طيب مستر، هو حضرتك هو في وقت نبعت فيه؟ اه ما انتوا يعني بصوا يا جماعه ابعتوا لي حتى لو بالليل متاخر، معلش عشان انا بخلص محاضرات متاخر بالليل، فلو انتوا حلوا لي البيج دي وخلاص مش مشكله. تمام. اللي عشان ما اكترش عليك برضه عشان المواد الثانيه، يعني لو تعرفوا تبعتوا لي بالليل متاخر مثلا يعني على الساعه 12 كده ولا حاجه واحده، او ابعتوا انتوا عادي وانا هشوفه يعني، ابعتوا انتوا في اي وقت عادي براحتكم وانا هشوفه، ما تقلقوش خلاص. يعني يعني في بعد خلص الهوم ورك دلوقتي، ما تبعته دلوقتي. تمام. وانا كده كده زي ما قلت يعني مش هتلاقيني كاتب لك مثلا يعني مش هتلاقيني كاتب لك مثلا منى بعتت لي مثلا، مش لاقيني كاتب لك يا منى وانت غلطتي في رقم نمبر 4 سي ونمبر 2 بي، مش هتلاقيني اعمل لك الحوار ده. انت هتبعت لي الهوم ورك. احنا هنبعت الهوم ورك برايفت صح؟ انت بس هتبعت لي الهوم ورك عشان اعرف ان انت عملت الهوم ورك وان انت بتذاكر، انت ذاكرت، اتاكد انت ذاكرت. انا من خلاله هعرف الويك بوينتس بتاعتك. مش عارف منى بتغلط في موضوع الديجري، مش عارف مايكل بيغلط في موضوع ازاي يعمل سبستيتيوشن، شوف انا الويك بوينتس كده كده. انا زي ما قلت لكم المره الجايه ان شاء الله بعد هناخد كويز الاول هعمل له كوريكشن، هناخد الهوم ورك هعمل له كوريكشن. تمام. قبل ما اشرح الدرس الجديد ليه؟ لان انا لو لقيت انا ما يهمنيش لو الكويز والهوم ورك خدوا الحصه كلها. ليه؟ لان انا ما ينفعش ابني على ده واديكم الجزء الثاني وانتم مش فاهمين ده، يبقى بنضحك على بعضنا. الكويز هيبين انتوا فاهمين. الهوم ورك لما تحل اللي عنده مثلا لسه مثلا 10% مش فاهمه ما يفهمه. يبقى كده انت بالهوم ورك والكويز انت كده 100% الدرس ده موجود. او لما اجي ابني درس جديد عليه يبقى مش بنبني بقى على حيطه مايله زي ما بيقول. انت فاهم القديم كويس جدا بنسبه 100% الحمد لله. اما اجي ابني على الجديد خلاص انا ببني على اساس حاطط اساس متين. مش زي اللي يستعجل يا جماعه ويبني العماره على طول بقى والاساس اي كلام. طب ما بعد ما تبنيه 10 ادوار هتقوم وقع. لا انت لو كنت خدت لك فتره شويه في التاسيس حتى لو التاسيس مثلا واحد اسسها في اسبوع ووقعت، لا ولو انا خدت لي شهرين ثلاثه عم اسس فيها وان شاء الله ابنيها 20 دور بعد كده هتبقى كده. فده مبدئي يعني خلاص. فما دي لو انت هتبعتوا لي الهوم ورك فانا ايه مش هبص عليه برضو. ان شاء الله الحصه اللي جايه هعمل لكم كويز في الداتا حصه زي ما اتفقنا صغير كده برضو من الحاجات دي. مش هسالكم في حاجه يعني انتم ما خدتوهاش معايا عشان بس ما تخافوش وتقول مستر يسالنا مثلا في حاجات احنا نسيناها، لا الحاجه اللي انا شرحتها هي اللي اسالكم على بس ما نعمل ريفيجن على الدروس القديمه لان ممكن تكونوا انتوا اكيد ناسيينها. فمش هقول يعني مش فاهمينها، لا بس انتوا اكيد كنتوا فاهمينها ساعتها بس نسيتوها يعني. فانا هعمل ايه لما نعمل ريفيجن عليها ان شاء الله هتفتكروها تاني يعني مش هيبقى فيها مشكله. وانتوا يعني شكلكم بصراحه انا ملاحظ الحمد لله كل الجروبس بتاع الاكاديميه بسم الله ما شاء الله يعني زي ما يكونوا هم منقيينكم يعني كلهم ناس شاطره صراحه يعني. شفتش حد لحد دلوقتي الحمد لله يعني، يعني حتى اللي بيسال في سؤال بيسال في سؤال يستاهل السؤال فعلا، يعني سؤال قوي فعلا يعني. يعني واحد سالني في الاكسبانشن بتاع دي دي حاجه قويه. واحد سالني مش يعني بصراحه الجروبس كلها سواء اولى اعدادي او ثاني اعدادي او ثالث اعدادي بصراحه ما شاء الله قويه يعني. فربنا يوفقكم وما تقلقوش
ومفيش واحد يقول مثلا انا هرجع اقول المستر يعيد لي دي تاني المره الجايه، مالكش دعوه مالكش دعوه، انا ما بزهقش من الاعاده يا جماعه، وما تخافوش يعني زي ما قلت لكم سيبكم الموضوع تيتشر وستودنت، اعتبرني مثلا بابا واسالني عادي، عمه خاله اي حاجه تمام، اسالني عادي وانا ما بزهقش ما بزهقش من القعده نهائي، مش عارفين بس مش هقول اقول المستر تاني يعني المستر هيبقى عايز، لا ما بزهقش، يقول لي انا ممكن اشرح لكم الدرس ده تاني يا جماعه المره الجايه ان شاء الله، كان كانوا ناس غيرنا خالص، كان كانوا ناس غيرنا اللي كانوا بيتكلموا في الموضوع ده، تخيلين لدرجه دي، واشرحه لكم تاني بنفس الطريقه من طقطق السلام عليكم زي ما بيقولوا، فاهمين؟ فما تخافوش انا ما بتقلقوش من الحته دي تمام، دي مادتي وانا بحبها يعني مش عايز اقول لكم بعشقها، يعني انا بحب الماده دي جدا، الماده بصرف النظر عنها شغلي، انا يعني بحب الماده دي جدا تمام، ونفسي ان شاء الله خليكم تحبوها زي كده برضه تمام. طيب الهوم ورك زي ما اتفقنا يا شباب هيبقى البيج الاولى في على الاكسرسايز ده من المعاصر، وانا هبعت لكم اللي هو زميلتكم بعتته برضه، اذا ربما حدش عنده المعاصر يقدر يعمله ده. حد عايز يسال في حاجه او كده؟ لا مستر، هو انا مش هسال في الدرس. الايه معلش؟ مش هسال في الدرس مستر. هو حضرتك في مصر؟ انا مش عارف بتسالي، انا في مصر. اه طيب طيب ماشي، هو حد كان بيسالني في حاجه تانية؟ حد سال في حاجه تانية؟ انا مش فاهم. لا مستر، انا مايكل. ايوه يا مايكل. انا في مصر يا مايكل. حبيبي ماشي، انت في الكويت صح؟ طيب ماشي طيب ماشي يا جماعه، احسن ناس. طيب مستر، هو الامتحان بتاعنا يبقى اي دروس؟ الكويز اللي انا هجيبه؟ لا، هيجي لنا امتحان شهري الاسبوع الجاي. مش ده تبع الاكاديميه ولا تبع المدرسه ولا تبع ايه؟ الاكاديميه. الاكاديميه. انا عشان ما عشان ما يعني ما فيش اقول حاجه غلط، انا هسال ان شاء الله الاداره وارد عليك في حاجه زي كده، يعني ما بحبش اقول سؤال وانا مش اجاوب على سؤال انا مش عارف الاجابه، فانا هسال. تمام يا مستر. حتى بص هقول لك على حاجه، حتى لو يجي من اول المنهج انا كده كده هراجع لكم على الدروس اللي فاتت، ما تقلقوش. يعني زي ما انا دلوقتي اعتبر على فكره النهارده لو تلاحظوا راجعنا حته، مش الارو ديجرام ده كان في الدروس اللي فاتت تمام؟ فهتلاقوا كده كده. يا استاذ اصل هي الماث يا جماعه، الماث دي حلقه واحده، عارف زي اللي بيلف في حلقه كده، تلف من ثالثه ثانوي تلاقيك رجعت اولى اعدادي وترجع تاني ترد لثالثه ثانوي وانت ماشي كده، لازم تكون عارف كل حاجه من كي جي 1 لحد ثالثه ثانوي، ما فيش فيه ما احنا عمال يقابلنا 2 تايمز 2، مش دي اولى ابتدائي، انتوا فاهمين يا جماعه؟ مش قابلنا بولينوميال بتاع اولى اعدادي، مش قابلنا باور زي ونيجاتيف وبوستيف بتاع خمسه ابتدائي، ما هو كده هو المات كده، فما تقلقوش اللي حتى اللي فاتكم انا هشرحه تاني، يعني هنعيده تاني اعمل لكم ريفيجن عليه، بس انا حبيت اديكم درس جديد بس كده، وهنرجع برضو بعد يعني حصتين ثلاثة كده ونعمل وقفة واعمل لكم ريفيجن على القديم برضو، انا هعمل لكم ريفيجن عليهم برضو ما تقلقوش. اوكي طيب ماشي، حد عايز اي اسئلة يا جماعة؟ طيب. لا ماشي يا حبيبي، ماشي ربنا يوفقك. طيب سلام. سلام مستر. الله يخليك يا حبيبي، سلام. مع السلامة يا مستر.